معاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال لو جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أخوي وحبيبي، الإنسان في الدنيا ما يقدرش يعيش لوحده، أكيد لازم يعيش وسط الناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن أكيد أنت كإنسان محتاج تعيش في أمان، محتاج تعيش في وسط ناس بتحبهم وبيحبوك، بتكرمهم وبيكرموك، بتتقي ربنا فيهم وبيتقوا ربنا فيك. علشان كده محتاجين النهاردة نركب سفينة الفضاء ونطلع لكوكب مهم جدا إن احنا نتعايش مع الخلق اللي موجود عليه. بعدها نطلع النهاردة إن شاء الله مع بعض لكوكب حسن الجوار. حسن الجوار نعمة كبيرة قوي، وكم من أسباب السعادة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا يكرمك بجار يسعدك، بالجار الطيب، الجار اللي أنت تأنس معاه ويأنس معاك، اللي تراعيه ويراعيك، اللي تحبه ويحبك، اللي عمرك ما تأذيه ولا عمره يأذيك بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالى بسرعة أخوي وحبيبي نتعرف على سكان هذا الكوكب الجميل، كوكب حسن الجوار. كان أول قصر موجود في كوكب حسن الجوار قصر عجيب جدا لرجل اسمه مالك ابن دينار من خيرة التابعين، والحقيقة ناس كتيرة ما تعرفوش، لكن مالك ابن دينار علم من أعلام التابعين. مالك ابن دينار كان ليه قصر في الكوكب ده، لأن كان ليه موقف عجيب جدا لما تسمعه كده هتستغرب. مالك ابن دينار كان بيسكن في البيت اللي جنبه مباشرة، البيت اللي لازق فيه رجل يهودي. الراجل اليهودي ده كان محول أعزكم الله، يعني المستحم بتاعه، المكان اللي بيغتسل فيه أو اللي بيقضي فيه حاجته، كان محوله قريب جدا من الجدار بتاع مالك ابن دينار. فقدر ربنا سبحانه وتعالى إن حصل شرخ في الجدار، فبدأت النجاسات اللي تخرج من عند اليهودي تتسرب وتوصل لبيت مالك ابن دينار. فمالك ابن دينار كان حاطط حاجة كده زي أصع كده في المكان الثاني، وكان يحمل نجاسات هذا اليهودي ويرميها بعد ذلك، وظل يعني تحمل الوضع المهين دوت سنوات طويلة جدا. سمع اليهودي بالقصة ديت وعرف ان مالك ابن دينار مستحمل منه الأذى ده كله، فرح له فقال له يعني ايه اللي خليك تصبر على الأذى بتاعي ده كل السنين الطويلة ديت؟ قال له لاني سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فندم اليهودي على هذه الفعلة وأسلم لله جل وعلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء. كان موقف جميل جدا وعجيب جدا، وفعلا موقف أكيد بنتعلم منه إن الإنسان لازم يتحمل الناس ويصبر على أذاهم، لأن مش كل الناس على أخلاق واحدة ولا على وتيرة واحدة. الناس خلقت من كل أصناف تربة الأرض، فمنهم السهل ومنهم الحزن، منهم العصب ومنهم الهادي، منهم الكريم ومنهم البخيل، منهم ومنهم أنواع وأصناف. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل التقوى وأهل الإيمان والورع. تعالوا نشوف القصر اللي بعده، قصر لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان ليه موقف عجيب جدا حكاه الترمذي بسند صحيح. إن عبد الله بن عمر كان له جار يهودي يسكن بجواره سبحان الله، فكان إذا ذبحت شاة في بيت أو في دار عبد الله بن عمر كان يقول لهم هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فيقولون سبحان الله نهدي لجارك اليهودي يا ابن عمر. قال أجل، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عشان كده عبد الله بن عمر كان ليه قصر جميل جدا في كوكب حسن الجوار. تعال نشوف القصر اللي بعده، كان قصر برضو عجيب جدا وكان ليه قصة جميلة جدا ومؤثرة جدا. كان قصر الإمام العلم الإمام أبي حنيفة، برضو كان في جوار بيته كان في رجل يهودي بيسكن بجوار الإمام أبو حنيفة. كان سبحان الله
كان الرجل ده كان بيتعمد. طب قول التانيين ما كانوش بيتعمدوا الإيذاء، لا الرجل ده كان بيتعمد إيذاء الإمام أبي حنيفة، فكل يوم يرمي الكاذورات والنجاسات أمام بيت أبي حنيفة، وأبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة كان يشيل الأشياء ديت ولا يهتم ولا يبالي بأذية هذا الجار اليهودي، ويرمي النجاسات ديت في أي مكان بعيد. في يوم من الأيام خارج من بيته فلم يجد النجاسات اللي كانت بتترمي قدام بيته كل يوم، فسأل أين جارنا اليهودي؟ قال هو في السجن بدين، يعني حصل له دين أو حصل له مشكلة فحبس في السجن. فإذا بالإمام أبي حنيفة العلم، الرجل صاحب الخلق العالي، إذا به يذهب إلى السجن ويطلب من رئيس الشرطة أن يخرج هذا الرجل وأن يطلق سراحة، وإذا برئيس الشرطة إكراما لأبي حنيفة يطلق سراح كل من سجن في هذا اليوم ويخرجهم جميعا من السجن إكراما لأبي حنيفة. فلما علم اليهودي ما فعله أبو حنيفة معه اعتذر له وندم على ما فات، ونطق الشهادتين وأسلم لله جل وعلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان من ضمن الأصول اللي موجودة برضو في كوكب حسن الجوار قصر لرجل يمكن ناس كتير ما تعرفوش، اسمه ابن المقفع. ابن المقفع كان ليه جار فقير جدا وإنسان طيب جدا، وفي يوم من الأيام ابن المقفع سمع إن جاره عرض بيته للبيع بسبب دين كبير جدا جدا وهو مش قادر يسد هذا الدين. وإذا بابن المقفع يسأل هذا الرجل أتريد أن تبيع الدار؟ قال أجل. قال بكم؟ قال ب4000. قال سبحان الله، والله يا أخي لا تفرط في دارك ولا تخرج أولادك ولا أهلك، وخذ هذه 4000 حتى تكون جارا لي، فأنا لا أفرط في أمثالك أبدا. وده كان مثال جميل جدا جدا. تخيل جارك اللي جنبك يعني حصل له ديون كتيرة جدا، فاضطر أنه يبيع الشقة بتاعته ويروح يقعد في أي مكان تاني أو في شقة إيجار. أنت سمعت الكلام ده فقلت سبحان الله، بقى أنا سيب جاري يبيع شقته وهو مضطر؟ أخويا وحبيبي محتاج كام؟ محتاج 50000 20000 30000، فأعطيته هذه الأموال ولو على سبيل القرض من أجل أنه يحافظ على بيته وعلى مكانه اللي عاش فيه وتربى فيه واتجوز فيه وأولاده نشأوا فيه، وده من إكرامه من حسن إكرام الجيران. لكن كان أعظم قصر كالعادة كان قصر النبي محمد اللي تحمل من جيرانه أشد أنواع الإزاء. النبي صلى الله عليه وسلم اتأذى من كفار قريش، اتأذى من اليهود، اتأذى من ناس كتير جدا جدا، ورغم ذلك كان صابرا محتسبا وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بل علم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، إن غلام يهودي كان سيسكن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ يعني كده في سكرات، بداية سكرات الموت، الغلام مريض جدا جدا، فزاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، والموضوع ده ليه قصة عجيبة جدا أثرت في نفسي. النبي راح زار الغلام اليهودي وقال للغلام أسلم، ويقول الغلام ايه اسلم، وراح له بنية برضو زيارة الجار اليهودي ده، وبنية النية الأصلية كانت نية ان هو يدعو للإسلام، قال أسلم. فالغلام بص لابوه، فلما بص لابوه فالغلام خايف ان هو يسلم لان ابوه واقف جنبه، ابوه يهودي. فقال ابو هذا الغلام قال اطع ابا القاسم. فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. فتبسم النبي وخرج وهو يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم. القصه ديت كان لها موقف معايا عجيب جدا جدا جدا. يمكن القصه دي يفتكرها اخويا وحبيبي المخرج محمد مدني، إن إحنا لما زرنا، لو يفتكر لما زرنا معهد سرطان الأطفال، مستشفى سرطان الأطفال 57-357، فلما رحنا هناك كنا واخدين معانا رجل أعمال ربنا يحفظه، كان جايب 150 هدية للأطفال اللي موجودين هناك مصابين بالسرطان. فكان كل غرفة مكتوب عليها اسم الطفل المريض واسم الطبيب المعالج. فكان معانا الاخ اللي هو نائب المدير ربنا يحفظه الاستاذ احمد، كان واخدنا بيمررنا على الغرف اللي موجوده كلها، كانت حوالي 150 غرفه على ما اذكر. فكل غرفه بنخش نسلم على الطفل ونديله الهديه بتاعته ونقبله وندعي له دعوتين كده جمال ونصبر اهله بكلمتين ونخرج. فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان فوجئت ان الاخ الفاضل ربنا يحفظه يعني هو خاف لحسن يوقعني في موقف يكون محرج ليا، ان انا مش عايز اخش هذه الغرف. الغرف دي كان فيها اطفال نصارى ما كانوش مسلمين، فاذا به بيقول لي طب نعدي الغرفه دي. فقلت له ليه؟ هو ما فيش طفل جوه؟
قال لي لا في، بس انا مش عايز اسبب لك حرج لو ما كنتش عايز تزور الغلام ده او الطفل دوت، لانه طفل مش مسلم. قلت له سبحان الله، ده نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم زار غلاما يهودي ودعاه للاسلام، ليه انا ما ازورش هذا الغلام؟ ده طفل صغير، يعني الطفل صغير يعني ما زان على الفطره، واخد بالك؟ وحتى لو لم يكن طفلا صغيرا وزرت حتى واحد ليس على مله الاسلام بنيه ان انا اظهر له اخلاق المسلمين وبنيه دعوته الى الله سبحانه وتعالى، فلا حرج في هذا. والنبي قبل دعوه عقبه بن ابي معيط وكان جالسا بين ائمه الكفر صلى الله عليه وسلم بنيه دعوته الى الله، وده من فقه الدعوه يا جماعه. فدخلت، والله الذي لا إله غيره لا تتخيلوا مدى تأثر يعني أسرة هذه هؤلاء الأطفال بزيارتنا ليهم هم وإحنا داخلين، لدرجة أن أسرة منهم بيقولوا له والله يا شيخ محمود متابعين دروسك كلها على الفضائيات، هم مش مسلمين. لك أن تتخيل، أنا لا أدري ما الذي حدث بعد ذلك، لكن متأكد أن الزيارة دي هيكون ليها أثر عظيم جدا في قلوب أهل هذا الطفل وفي قلب هذا الطفل. الطفل ده هيكبر في يوم من الايام وهو غير مسلم، وهيتقال له الشيخ فلان جه يزورك وادالك هديه، ممكن يكون لها اثر في هذا الطفل يسلم بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي، محتاجين يكون في قلوبنا رأفة ورحمه. ديننا دين عالمي، اول ايه في كتاب الله الحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين بس، واخر سوره قل اعوذ برب الناس مش رب المسلمين بس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس مش المسلمين بس، وخالق الناس بخلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الحق جل وعلا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، حد فيكم ناوي يبني لنفسه قصر في كوكب حسن الجوار؟ تعالوا نشوف منزلة الجار في الإسلام. يقول جل وعلا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الله أكبر. طب تعالى نسمع كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الجار يا محمد، الجار يا محمد، الجار يا محمد. من كثرة ما كان يوصي ظن النبي أن جبريل هيقول له الجار ده يورثك يا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وربط بين الإحسان إلى الجار وعدم إيذاء الجار، ربطهم بالإيمان بالله واليوم الآخر. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية مسلم فليحسن إلى جاره. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند البخاري والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث مرات قالوا من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره شروره. يا الله يا جماعة، سامحوني سامحوني، ناس كتيرة جدا بتعاني من سوء الجوار. والله يا ما جلست مع الناس، أنا واحد من الناس يا ما عانيت من سوء الجوار. لكم أن تتخيلوا أن يعني ناس كتيرة جدا شفتها قدام عيني، والله العظيم كان بيرحل بالعفش بتاعه وبيته وبوظيفته ويضحي بمدارس أولاده علشان جار سوء، جار سوء بيؤذيه. ليه تؤذيه يا اخي؟ الدنيا مش محتاجه ان احنا نكدرها اكتر من كده. الدنيا مليانه ابتلاءات ومليانه مآسي، ليه نقعد يعني نأذي بعض؟ وليه نقعد نتفنن في تعذيب بعض؟ ليه اخويا وحبيبي؟ ليه ما كنتش في عونك؟ او على الاقل لو مش عايز اعينك او اساعدك او افرحك، فعلى الاقل لا احزنك ولا اؤذيك. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في روايه مسلم لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقا. تخيل حضرتك لما يكون جار وليل ونهار بيتوقع ايذاء جاره ليه؟ طب ليه؟ ليه اخويا وحبيبي؟ تعال نشوف حقوق الجيران. العلماء بيقولوا ان الجيران ثلاث انواع، الجيران ثلاثه. رجل له ثلاث حقوق، وراجل ليه حقين، جار ليه ثلاث حقوق، وجار ليه حقين، وجار ليه حق واحد. الجار اللي ليه حق ثلاث حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الرحم، حق صلة الرحم، وحق الإسلام، وحق الجوار. وجار له حقان، اللي هو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حق واحد اللي هو الجار المشرك له حق الجوار. لازم أن أنا أحسن إليه، أو على الأقل ودي أدنى درجات حسن الجوار، أن أنا ما أذيهوش وأن أنا حتى أتحمل أذاه. طيب تعالوا نشوف حق الجوار، يعني هنفردها كده في عجالة سريعة جدا جدا في 11 حق. ايه هم حقوق الجيران؟ هقولهم لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حق من حق الجيران اخويا وحبيبي
الإحسان إلى الجيران، الإحسان إن أنت تكون بتحسن إلى جارك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الحق الثاني في عجالة سريعة إن أنت تحب له الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدي، كما في الصحيحين: والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الله، والله محتاج أعيد لك الحديث ده، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيدي، يعني والله لا يؤمن عبد أو لا يؤمن أحد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الحق الثالث: أن يؤدي إليه كل حقوق المسلم على أخيه المسلم. بمعنى لو مرض يعوده يزوره، ولو عطس يشمته وينصحه بما يراه خيرا له، ويلبي دعوته إذا دعاه، ويتفقد أهله وأحبابه إذا مات أو إذا سافر، وبعد مماته يتبع جنازته ويدعو له بكل خير ويأخذ بيديه إلى كل خير. دي حقوق المسلم يا جماعة، لابد أن أنت تراعيها في أقرب الناس إليك، في جارك. خدت بالك؟ الحق الرابع: كف الأذى عن الجار. اوعى تفكر في يوم الأيام تأذي جارك، اوعى ترمي القمامة الزبالة سامحني يعني قدام جارك. ليه تأذين؟ اوعى واحدة تنشر غسيلته منشرة وتنزل المية على غسيل جارتها وتبل غسيلها او تنزل اي الوان على غسيل جارتها. اوعى حد في الدنيا يأذي جاره باي شيء، باي نوع من انواع الإيذاء. ليه تأذيه؟ ما ربنا مطلع عليك وربنا شايفك وربنا هيعاقبك وهيحاسبك على اي اذيه لجارك او اي اذيه لجارتك. اختي الفاضله ربنا يحفظك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. وقال كما في الحديث رواه البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يامن جاره بوائقه. تعال شوف موقف عجيب جدا، والله حديث رواه احمد بسند صحيح، والله حديث قمه في الرعب. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، إن فلانا تعبد الله وتصلي قيام الليل وتصوم وتتصدق وتفعل و غير أنها تؤذي جيرانها. الست ديت ما شاء الله صيام نوافل وعبادة وصيام رمضان وقيام وصيام وعبادة وتصدق، يعني كل الخير بتعمله، غير أنها تؤذي جيرانها. قال: اسمع، لا خير فيها، هي في النار. خبر أبيض. طب والصلاة والعبادة ما ينفعهاش، الدين والمعاملة وإن كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. طب والتانية؟ قالوا: وفي جارة، في امرأة يعني يدوب بتؤدي الصلوات المكتوبة وبتصوم الصيام الفريضة وتتصدق ببعض الحاجات البسيطة كده، قطع الجبن ولا فقال: هي من أهل الجنة. الله أكبر، يعني عبادتها البسيطة دي نفعتها؟ أي نعم، لأنها لا تؤذي أحدا بل بتكرم جيرانها، هي من الجنة. وضرب النبي لنا مثلا عجيبا جدا في مسألة يعني الإنصاف، في مسألة أن واحد يتأذي من جاره إزاي ياخد حقه. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، فشكى له سوء جواره، يعني قال له: جاري بيأذيني ليل ونهار. فقال له: اصبر واحتسب. راح له مرة والتانية والتالتة: يا رسول الله مش قادر أصبر. فقال له: إذا خذ متاعك واخرج على قارعة الطريق، يعني ايه؟ خد عفش بيتك كده وحطه على في الشارع كده، وافضل واقف في الشارع. فالراجل خد متاعه وقف في الشارع، كل من يمر عليه يقول له: ايه اللي مخليك واقف كده في الشارع؟ يقول له: جاري بيؤذيني. هيقولون: لعنة الله عليه، به وبه وعليه لعنة الله، وقعد يدعو عليه. فجاره وصل الخبر، كل اللي معدي وكل اللي رايح واللي جاي عمال يلعنه، عمال ايه يعني يدعو عليه. فذهب اليه الرجل وقال: ارجع فلن يصل إليك مني مكروه أو أذى بعد اليوم. خلاص، واخد بالك؟ فكان ده سبب توبة هذا الرجل من إيذاء الجار. طيب الحق الخامس: احتمال الأذى. في فرق إن أنا أكف أذى عن الجار، وفي فرق كمان إن أنا حتى لو جاري أذاني استحمل، معلش استحمل لوجه الله وعديها. أذاك مرة يعني قول له، إلفت نظره. أذاك مرة تانية قول له: يا أخي ربنا يبارك فيك، ده أنا جارك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ربنا يبارك فيك، انا ما باذيكش، ما تاذينيش، واخد بالك؟ تحمل، وكل ده له اجر عند ربنا سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد بسند صحيح: ان الله يحب ثلاثه ويبغض ثلاثه. فكان من ضمن الثلاثه الذين يحبهم الله عز وجل رجل كان له جار سوء كان يؤذيه، فيصبر على اذاه حتى يكفيه الله عز وجل اياه، اما بحياه أو بموت. الله أكبر.
ان انت تصبر على اذى جارك، يا اما يعزل يا اما ربنا يكرمك ويروح كده للدار الاخره، المهم ان انت تصبر على اذى. ده الحق الخامس. الحق السادس تعظيم حرمه الجار وصيانه عرضه وعدم خيانته. عدم خيانته بايه؟ ان انت ما تفشيش سر الجار، لا تفشي سر الجار ولا تهتك عرضه عياذا بالله، لانك انت اكتر واحد عارف جارك بيدخل امتى ويخرج امتى ويسافر امتى ويرجع امتى، فانت اكتر واحد ممكن تتعرض لحرمه جارك. عشان كده كان صعب جدا ان انت تتعرض لامراه جارك او لبنت جارك او لاخت جارك، عقوبتها مضاعفه. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيحين اي الذنب اعظم، قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزني أو أن تزاني حليلة جارك، إن أنت تزني بامرأة جارك ده من أعظم الذنوب. حديث تاني عجيب جدا 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 رواه أحمد بسند صحيح، قال النبي لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له أو أيسر له من أن يزني بامرأة جاره. وأفعل التفضيل هنا ليس على باب، يعني مش معناه أن واحد يقول إيه خلاص أزني بعشر نساء عياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم وما أزنيش بامرأة جاري، لا، ده أفعل التفضيل ليس على بابي، هو بس من باب توضيح مدى قبح هذه الجريمة، إن ذنبها أعظم وأشد عند ربنا من إنك تزني بعشر نسوة. لأن يزني الرجل بامرأة جاري بعشر نسوة أيسر عند الله من أن يزني بامرأة جاري، خد بالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عند الله من أن يسرق من بيت جاري. خدت بالك؟ فالذنب والعقوبة مضاعفة أخوي وحبيبي أكتر من عشر مرات لو فعلت هذا الذنب في حق جارك، لأن جار المقامة يعني لو أذاك فعلا بتبقى الحياة مقدرة عياذا بالله، الحياة بتبقى صعبة جدا لما يكون ليك جار ليل ونهار شغال عمال بيأذيك، ربنا يعافينا ويعافيك. تعال نشوف الحق السابع، مواساة الجار بالمال إذا احتاج أو افتقر. لو جارك احتاج للمال وأنت ربنا موسع عليك يا أخي ربنا يحفظك، ساعده ولو بالقليل ولو بالقليل، وخد الضمانات اللي انت عايزها، كتبه شيكات كمبيالات وصولات امانه، اعمل اللي انت عايزه بس فرج هم جارك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. قال صلى الله عليه واله وسلم كما عند البخاري ومسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجه اخيه. اسمع الكلام الجميل بقى، من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أخويا وحبيبي أنت عارف حضرتك إن الرجل اللي ربنا سخر له سحابة مخصوص عشان تسقي الحديقة بتاعته، الحديث رواه مسلم، الراجل ماشي في الصحراء فسمع السحابة بتقول صوت في السحابة بيقول اسقى حديقة فلان، مشي لقى راجل بسيط كده والميه كلها نزلت، قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا بنتظر لحد اما الزرع بتاعي يطلع بفضل الله بقسمه ثلاث اتلات، التلت الاولاني بوديه لاهل بيتي عشان ياكلوا ويشربوا والكلام ده كله، والتلت الثاني بوزعه على جيراني الفقراء، والتلت التالت بحط بيه سمات في الارض عشان تنبت مره ثانيه. فكان ده سبب ان ربنا سخر له سحابه مخصوص بفضل الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب في يوم من الايام ارسل 400 دينار لأبي عبيدة بن الجراح وقال له الغلام حاول ان انت بس يعني تتأخر في بيته وتشوف هيعمل ايه، واذا بأبي عبيدة بن الجراح ينادي الغلام بتاعه ويقول له خد دي لفلان والمبلغ ده لفلان، ووزع ال 400 دينار كلهم ولم يبق في بيته اي شيء، مع انها كانت منحة من عمر بن الخطاب لأبي عبيدة ولم يبق اي شيء، وساعد بها كل جيرانه. راح بعت 400 تنين لمعاذ بن الجبل فعل مثل ما فعل أبي عبيدة، فبكى عمر بن الخطاب وقال انهم اخوة بعضهم من بعض. الحق الثامن مواساة جارك بالطعام لا سيما إن كان فقيرا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، إن أنت تاكل وتشرب وتتمتع وجارك مش لاقي ياكل ليس بالمؤمن، يعني مش معناه أنه كافر لكن معناه إيمانه ناقص، اللي عمال بياكل كباب وبياكل حمام مشوي اللي بياكل وياكل وجاره مش لاقي حتى لقمه بجبنه عشان ياكلها، ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جواره.
الحق التاسع مشاركة الجار في أفراحي وأحزاني. عنده أحزان روح وسيه وروح اكرمه وروح يعني طيب خاطره، ولو عنده أفراح شاركه بفرحته وحسسه بأن أنت فرحان لفرحته. ربنا يبارك في عمرك. الحق العاشر أن أنت تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. جارك داخل النار بسبب أنه مش بيصلي ولا مش بيزكي ولا بيسب الدين ولا بيعمل أي حاجة، بالمعروف وباللين وبالرحمة والبسمة الحانية والكلمة الطيبة ادعوه إلى الله. خد بإيد جارك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الحق الأخير أن أنت حتى لما يكون عندك بيت أو عندك أرض أو عندك شقة، يوم ما تعوز تبيعها اعرضها على جارك قبل ما تعرضها على الغريب. ربما يكون جارك محتاج البيت دوت أو الأرض دي يضمها الأرض أو الشقة دي يضمها لشقته، تبقى أنت كده أكرمت جارك. وورد فيها حديث عجيب جدا رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاري. يعني شفت قد إيه حقوق الجار وقد إيه إن إحنا محتاجين نحس إن إحنا مع الجار، إن إحنا كالأسرة الواحدة محتاجين نحسس الجار اللي جنبنا ان احنا كلنا مع بعض ايد واحدة، ان احنا مسلمين وبنحب بعض. جارك حتى لو ما كانش مسلم قلت لك ان ليه حق الجوار، ولو كان مسلم ليه حق الجوار وحق الاسلام، ولو كان مسلم ومن ارحامك ومن قرايبك يبقى ليه ثلاث حقوق: حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم. أخوي وحبيبي بالله عليك أبوس إيدك بلاش نأذي جيراننا، أبوس إيدك بلاش نزعج جيراننا. اللي بيعلي التسجيل أو التلفزيون حتى لو كنت مشغل القرآن ما تعليش، خلي الصوت على قد بيتك. الله يبارك فيك، في ناس مرضى وفي شباب بتذاكر وفي ناس بيكونوا قاعدين بيصلوا قيام الليل ومحتاجين شوية هدوء. اللي بيدب فوق جاره اتقي ربنا في جارك، اللي بيسقط مية على جاره اتقي ربنا، اللي عنده حنفية بتخر على جاره يصلحها، اللي ولاده بيزعجوا جاره يحاول يقول لهم هدوا صوتكم يا حبايبي. اللي بيعمل اي حاجه تاذي الجار بالله عليك ابوس ايدك، اتقوا ربنا في بعض، ربنا يكرمكم، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم. لو عايز ربنا يرحمك يوم القيامه ارحم الناس، راعي الناس، حاول بقدر الامكان ان انت تكون جار السعاده، ان انت الناس تقعد تدعي لك. اللي يشهد له جاره بان هو فعلا رجل صالح، هو فعلا رجل صالح. يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا واياكم حسن الجوار ويبعد عنا جار السوء، وربنا يجعلنا من جيران السعادة ولا يجعلنا من جيران السوء. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا. ما زلنا على كوكب حسن الجوار، تعال نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية للأرض علشان بكرة نطلع في رحلة تانية لكوكب تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معانا يلا واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلادنا.